الإنسانية أولا. شهر ونص عماني تقريبا وجع عندي، بستفرغ الصبح تجيني حرارة، وجع ببطني بظهري. لما رحت على حكيم فحصني قال لي عندك بحص بالمرارة، بدك تشيلي المرارة خلال هالشهرين هولي، لأنه إذا التهبت حتنفجر تسبب لك مشاكل. الحمد لله العملية مشيت منيحة، طولت شي ساعة ونص ساعتين، واموري الحمد لله منيحة، والحكيم طمني قال لي نجحت العملية الحمد لله. الحمد لله الهلال القطري الأحمر هو شال العملية وكثر خيرهم ويعطيهم ألف عافية، وما دفعت أنا ولا شي. الإنسانية نهجنا، نروي بالحب قلوب، بالخير تملأ دربنا، عطفا يزيح كروب. الإنسانية أولا، تحيا بنا نحيا بها، تروي أرواحا مثقلا، نفس تجود بخيرها، فهي الشعور ببعضنا، وهي المحبة والأمان، وهي التكافل بيننا، كفا بكف كالبنيان، كسحاب يروي إن أطل، ويطوف حاملا الأمل، لا يسأل ماذا أو لمن، مطر أغاث إذا نزل. الإنسانية أولاً.